قول أمد. لا أكيد إنه أول حاجز انكسر عند الشعب العراقي وعند الشباب تحديدا، حاجز الخوف، انسلخوا من هذه الصبغة اللي صبغة الخضوع أو الرضا بالظلم اللي عاش الشعب هاي الفترة اللي ما قبل 2003 ما بعد 2003 بسبب الظلم، هذا الجبروت اللي عاشه. فبذرة التغيير هي انزرعت، ما يرغب به الشباب ممكن أن يحصل عليه خلال فترة يمكن يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو 5 سنوات. اللي نقوله هي البذرة، البذرة انزرعت، أنت شو وقت حتحصل؟ تحصل مسألة وقت لا أكثر. تمام.